أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عن فتح باب القبول للعام الدراسي القادم لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس بحسب العربية. قدم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريح بمناسبة صدور هذا الإعلان الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يلقاه قطاع التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بوجه خاص من دعم يدفعه باستمرار إلى تحقيق الإنجازات المتميزة وأخذ الخطوات التي تسهم في تطوير قدرات أبناء الوطن وبناته للمساهمة في بناء مستقبل جيد. وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تأتي في الوقت الذي تحتفل فيه السعودية بالذكرى الخامسة لانطلاق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن هذا يعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف الرؤية التي تسعى إلى تمكين المرأة السعودية ودعم مشاركتها الكاملة في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات. وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الطالبات اللواتي سيلتحقن بالجامعة للانضمام سيكن عند تخرجهن محل فخر للجامعة. هذا وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قد أوضحت أن تقديم طلبات القبول للطلاب والطالبات سيكون خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 من عام 2021، وأن القبول سيكون بالأفضلية حسب النسبة الموزونة التي تعتمد على نتيجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي ودرجات الثانوية العامة، كما أن اختيار التخصص سيكون جزءاً من مرحلة القبول، وستنظم ندوات ومحاضرات للتعريف بالتخصصات المختلفة.